أنا معاك النهاردة علشان أكلمك عن آخر رحلة الحمل. كل السيدات بتيجي في الآخر بتبقى مش عايزة تولد من كتر ما هي خايفة من الولادة، بالذات الست اللي أول مرة بتبقى نسبة لها تجربة جديدة، مش عارفة تعمل إيه، خايفة من وجع الولادة، خايفة من يوم الولادة. إحنا النهاردة هنتكلم عن الولادة بدون ألم. الولادة الطبيعي من أكتر الولادات اللي الست ممكن تتجنبها علشان خاطر الوجع اللي بيحصل او الانقباضات الرحمية اللي بتحصل من اول ما الست بتدخل في ولادة لحد ما بتستلم البيبي. احنا دلوقتي ما عندنا تقنية حديثة، يعني بقالها فترة طويلة، اسمها الإبيديورا. هو نوع من انواع البنج اللي الست بتاخده مجرد ما يبقى عندها انقباضات رحمية منتظمة، يعني دخلت في ولادة حقيقية. بنحط البنج ده عن طريق كانيولا كده قسطره صغنططه في ظهرها، بتبدا مش حاسه بكل الانقباضات الرحميه دي. الست ممكن تبقى قاعده بتتفرج على التي في، بتتكلم مع الزياره اللي عندها مامتها او جوزها، مش حاسه باي حاجه خالص لحد ما يحين ميعاد الولاده. بيحين ميعاد الولاده بتدخل من الغرفه بتاعتها لاوضه العمليات بتولد، وبتخرج من اوضه العمليات بيفضل الابيديورال ده كمان شغال بعد الولاده، فلا هتحس بالانقباضات الرحميه اللي قبل الولاده ولا هتحس باي وجع بعد الولاده. طيب الولاده القيصري، هل في طريقه نقدر نتجنب الوجع ما بعد الولاده القيصريه؟ كل الستات بتشتكي من اول اومه واول كحه واول عطسه بعد جرح القيصريه. احنا عندنا تقنيتين علشان نقلل او نمنع بيهم خالص الوجع بتاع الولادة القيصرية. التقنيتين دول في حاجة منهم اسمها PCA وهي Patient Controlled Analgesia. بعد الست ما بتولد بنحط لها جهاز معين بتلبسه زي السلسلة كده في رقبتها، مرتبط بكانيولا في ايديها، بيبدأ يطلع مواد مسكنة بجرعة معينة يخليها مش حاسة بالوجع ده لمدة 3 ايام بعد الولادة القيصرية. وكمان عندنا تاب لوك وتخدير عضلات البطن برضو بنعمله بعد الولادة القيصرية، بعد كده بيفضل شغال معها 3 ايام. يعني رحلة الولادة من اول ما تدخلي المستشفى لحد ما تروحي البيت مع البيبي بتاعك وكمان 3 ايام بعد الولادة مش هتحسي باي وجع من اي نوع.